ينعقد ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الثامن هذه السنة تحت عنوان ما بعد جائحة كورونا، ليتناول في جلسته الأولى دولة الإمارات في عامها 50 ويبرز النموذج الإماراتي، نموذج القوة ونموذج القوة الناعمة أيضا، ويسلط الضوء على مكامن هذه القوة وعلى جاذبية هذا النموذج. ثم ننتقل لنستطلع حالة العالم ما بعد كورونا وما هي التهديدات الناشئة سواء كانت من حيث الأوبئة أو من حيث الأمن السبراني أو من حيث تغير المناخ، وعن الاقتصاد الرقمي. ثم نتطرق إلى التنافس الأمريكي الصيني، وهل نحن بصدد حرب باردة؟ ثم أيضا نلقي الضوء على التنافس الروسي الأوروبي ومآلاته. وفي اليوم الثاني نعالج حالة الشرق الأوسط، ونبدأ بإيران ثم تركيا، ثم ننتقل إلى الدولة العربية ومستقبلها، وكذلك مستقبل الإسلام السياسي.